يا هلا ومرحبا، اليوم راح أسوي معاكم كيكة الجوز بالقهوة. أول شيء في الخلاط راح نحتاج إلى 200 جرام من الزبدة، وتكون بدرجة حرارة الغرفة. راح أخفقها مع كوب من السكر المكون الثاني. راح الحين نبتدي نخفقه لقائمة ما يتجانس السكر مع الزبدة. الحين بعد ما تجانس عندنا الزبدة مع السكر، راح أضيف 3 بيضات، وراح أخفقهم تقريبا لمدة 4 دقائق إلى 5 دقائق. بس أول شيء قبل لا أخفقهم راح أضيف ملعقة شاي من الفانيلا لين يعطينا هالشكل. بعد 5 دقائق من الخفقان راح نضيف كوب من كريمة الخفق، وبس تخفقونها شيء بسيط، يعني بس تتجانس، يعني مو بدقائق، بس مدة تقريبا 50 ثانية. راح أضيف كوب ونص من الطحين بالخميرة. الطحين لازم تاخذونه بالخميرة، هذه نص كوب ونص طحين بالخميرة. راح أضيف كوب من الجوز اللي هو المطحون، بس ما تطحنونه طحن يعني كلش، تخلونه نفس كذي فتات. للي ما يعرف الجوز، هذه الجوز، هذه اللي شكله كذي اللي كنا مخ، هذه هو، شوفوا. وراح احط ملعقتين من نسكافيه، ملعقتين طعام نسكافيه، هذه ملعقه، هاي ملعقتين. والحين راح اضيف ملعقه شاي من الخميره الفوريه. طبعا الخميره الفوريه تختلف عن الخميره الجافه والفعاله اللي هي مالت الخبز، مو نفس هذه، ما راح تحصلونها نفس هذه. في واحدة ثانية اللي ما فيها ريحة، هذه يسمونها الخميرة الفورية. راح أضيف نص ملعقة شاي من القرفة اللي هي الدارسين عشان تعزز لي النكهة، نص ملعقة شاي من الملح علشان يوازن لي الطعم، وملعقة طعام من ماء الزهر. هاي يختلف عن ماء الورد، اسمه ماء الزهر، تحصلونه في كل الجمعيات. ملعقة طعام، وراح اخفقها خفق كلش بسيط لمدة 2 ثانية فقط، عشان عندنا اللي هو الطحين ما يصير يابس في الكيكة. ونفس ما قلت لكم من قبل، اي يعني تطويل حق الخفقان اذا كان الطحين موجود راح يعطي بوس للكيكة، فاحنا ما نبي الكيكة كلش تيبس. فبس مجرد بس تتجانس المكونات مع بعضها على طول توقفون خفق، يعني لمدة 2 إلى 3 ثواني بالكثير. دهنت قالب الكيك بالزيت وبطنته بورق الفرن. راح نصبه في قالب الكيك وادخله على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة إلى 40 دقيقة. الطحين بالخميرة، للي ما يعرف الطحين، في طحين جميع استعمالات، في طحين بالخميرة، في أنواع للطحين. فأنا أقول لكم هذه لازم تستخدمونها في الكيكة. جميع المكونات اللي استخدمناها في الكيكة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني البيض، الطحين إذا كان في الثلاجة تطلعونه قبلها بساعة وتستخدمونه، حتى الخميرة اللي هي الخميرة الفورية. وهذه كيكتنا لليوم جهزت، زينتها بفراولة وسكر المطحون، سويتها معاكم بكل حب. علينا وعليكم بألف عافية.